توحشتكم، لن أطيل عليكم. كان يا مكان في قديم الزمان، قالوا عن خالق طفل قالوا أحمد ولا الزين ولا يا بالجمال. المهم عن خالق هي متعم عند أحمد هذا، كانت لا تقول أنت والله أنت يا أحمد وتموت بعزته وعزتها له عالم بها القاصي والداني بهي اللي هي قاع ما تقعد بجماعة ما تمت لا تصب وتسحسح في التبرع عليه. كانت تقول أحمد مشعور والشعرة اللي هي الكتندور عني لا شاع عز أحمد شو تخسر قاع فالح ولا الزين سنه زرقاء وشكاله زين. تمت بعد الليل تقوم وتقعد وعاد تقاع يتوصى في أحمد في كل بلد، وعاد تقول يلا لله حد كيف أحمد والله قاع أحمد وبلد كامل قط جماعهم والله أي حد مشترك بينهم عنده معزة خاصة عندها. يلا لله حد قط لقيته ورقى أحمد. وعقبة المردة لا وصلت لأحمد، وعاد أحمد طبعا عرف الحبيب مقامه فتدلل. المهم عن أحمد مشالها مرسول انها ريت تقول عليه ميت تبريعة لهي يتزوجها، وليه سمعت المحبوبة هذا عادت لا كيفشي وبشرة بالجنة وعادت بالدهرية تصب عليه في التبرع تقول أحمد للزين نعطي فيها أخواتي الاثنين ما طاري سبة كون إني لأحمد محبة. أحمد كان جبة ما يبقى راس على رقبة، أحمد خلاني ماني فوق الحزم ولاني. يلا لماذا بين الرجالة وأحمد للزين، أحمد المقليه عقد راهي بين الواصيه. وتمت مواصلة لين قاتلوا 99 ما يعقبها كون الجنين. عقب أحمد مشالها أهله وحاد معاها، وليلة المروح كشحت عنها وقالت شوفوا بليس ساكن بين الواصي العريس. كملوا حياتهم بعد وعاشوا إلين الحمد لله ارتزقوا الطفلة. عادت تقول أخلقتي يا الرضيعة ماذا سبقك من تبريعة. والشيبة أحمد، وعادت هي تقول الشيء بطراله ولا ضر أحمد بواله، مارك الكذيب زين عليه تارك الشيء، لين عقب النار الله وإنا إليه راجعون توفى أحمد. وعادت تقول ألا ولي الزين ميت والرجال حيين، سعدك يا الأكبر الجاك أحمد مو عطر. وقالوا عن جاوها ياسر من الرجالة يطور يحدوا معاها، وعادت لا ترفض وتقول أحمد ما نساه مدام السجود لله. قصة صراحة زينة وفيها ياسر مشي ما نعرف سميت لينا. تذكرت قصيدة القيس بن الملوح يقول فيها أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى أرائيا، وما بي إشراك ولكنها حبها وعظما أعيى الطبيب المداوية.
أحب من الأسماء ما وافق أسماءها وأشبهه أو كان منه مدانيا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا.